تحضر الكلمة. الجلسة التالية بعنوان أرض الإلهام والفرص. نستضيف من خلالها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الهجاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. Your Highnesses, Your Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, our next session is titled The Land of Inspiration and Opportunities. We are pleased to welcome Lieutenant General His Highness Sheikh Zayed bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior of the United Arab Emirates. بتكلم عن الإمارات الحديثة 71، لكن الإمارات في الأصل الفراعنة كانوا يستخدمون مثل ما تحدثنا سابقا أنهم كانوا يستخدمون اللولو في التجميل أو في الأكل، لن أشرح ولكن يمكن الحصول عليها في جوجل، هذه تسوي لها سيرت وتبحث عنها راح تجد النتائج. كذلك صاروخ الحديد يتحدث
عن أن في صناعات في دولة الإمارات في صاروخ الحديد 2000 سنة قبل الميلاد. لكن أنا راح أتحدث عن الإمارات الحديدة. الصورة هذه اللي يراها في الشكل راح يفكر أن في فرق بينها، ولكن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يصل إلى المضمون وهو سر النجاح. في كتاب رؤيتي سيدي، اسمحوا لي أقرأ لكم الفقرة بسيطة من كتاب رؤيتي. مع إطلالة كل صباح في أفريقيا السيف الغزال مدركا أن عليه أن يسابق أسرع أسود الأسود عدوا، وإلا كان مصيره الهلاك. ومع مطلع كل صباح في أفريقيا يستيقظ الأسد مدركا أن عليه أن يعدو أسرع من أبطا غزال، وإلا هلك جوعا. لا يهم أن تكون أسد أو أن تكون غزال، مع إشراقة كل صباح يتعين عليك أن تعدو أسرع من غيرك حتى تحقق النجاح. فشكرا سيدي. شكرا سيدي لأنك توصل الرسالة بالطريقة المبسطة. التنافسية نتائجها لن أستطيع في هذه المحاضرة أن أعلن، أو من خلال الأخ تريم ذهبتي وفريقها خرج الفريق ثم سيدي إلى مؤتمر داوس ومؤتمرات أخرى، لن أتحدث عن المركز الثاني أو الثالث أو الرابع اللي حققته دولة الإمارات، وسيطول بي الوقت أن أتحدث عن رقم واحد. سأترك المجال أنها تعرض على الشاشة حسب ما وعدت سيدي. الأرقام اللي حصلت عليها دولة الإمارات على مستوى العالم رقم واحد سجن عرضها في 2017 فقط. فوجدت أن الإمارات تحمل عنوان، العنوان هو الإلهام. أخواني وأخواتي، عن قصة الإلهام الإماراتي هو موروث ورث لقيادتنا، وقيادتنا ورثتها لأبنائها، لذلك يتحقق مثل هذا النجاح. قادتنا ينظرون إلى المستقبل كفرص وتحديات، فاقتناص الفرص لا ينتهي باقتناص الفرصة، ولكن يبدأ باقتناص الفرصة والعمل على تنفيذها، والتحدي يبدأ بمجرد أنك تواجه هذا التحدي وتحويله إلى فرصة. فهذه البداية. قصص الإلهام الإماراتي مثل كل القصص العامة يواجهها بعض الناس اللي ما بنقول انهم ايجابيين. فيؤول على ان هل ممكن هذه تتحقق او انها مش ممكن تتحقق. ولكن من يريد ان يصل الى النتائج يجب ان يرجع الى التاريخ. اذا تقرا التاريخ تستطيع ان تصل الى شيء يقربك من الواقع، هل هذا ممكن أو لا؟ لماذا المريخ سيدي؟ الناس يتساءلون لماذا فكرت الإمارات في المريخ وأنها أطلقت المسبار
وقبل أسبوع أطلقت الإمارات صاروخها الثالث. كل هذا التاريخ الشيخ زايد الله يرحمه في سنة 74 استقبل رواد الفضاء قبل إطلاق المكوك إلى الفضاء واستمع إليهم عن هذا الفكر. 74 يا أخوان ما أعرف، يمكن في حد من الناس اليوم في بعض المجتمعات يعتقدون أن هذا يعني خارج إطار الإيمان. بالعكس، الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قدرة من خلال تعلمه. فاستقبلهم في 74 واستمع إليهم، ليش تبغون تروحون إلى الفضاء أو هل ممكن؟ لما سمع هذا الشرح اقتنع فيه الله يرحمه، واستقبلهم في 76 بعد ما رجعوا. أهم المنجزات اللي نتمتع بها اليوم عن طريق هذه الرحلات هي الاتصالات اللي عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك البطاريات اللي تستخدم لعمليات القلب وغيرها من الأشياء. مصدر، ليش مصدر؟ ليش نهتم بالطاقة ما دام عندنا الطاقة الرئيسية في عصرنا الحالي؟ كذلك التاريخ، نرجع للتاريخ. الشيخ زايد الله يرحمه كذلك في بداية ظهور النفط كان عنده جولات وذهب إلى المنطقة الغربية وبات في منطقة صحراوية، ما استطاعوا ينامون في هذا المكان من شدة ريحة الغاز، الغاز ريحته قوية، ففي ريحة كريهة جدا. فشو هذا الريحة؟ فهذا الريحة صادرة من حقل. فاستدعى أدنك الله يرحمه في ذلك الوقت وسألهم شو هذا؟ فقالوا إن هنحرق الغاز. ليش تحرقون الغاز؟ لأن ما في فائدة في ذلك الحين. كانت صحيح أن في فائدة في بعض الدول، ولكن ما كانت فيه تقنية لتصديره كالبايب لاين ولا تسيير الغاز وبعدين شحنه في السفن. فكان أغلب الشركات تستخدم الحرب. فطلب من شركة أدنوك أنها تجد حل للحفاظ على الإنسان والبيئة وكذلك الحيوان. في نفس الوقت كانت اليابان تبحث عن بدائل للطاقة، طاقة النفط، وكانت محتاجة أنها تطور استخدام الغاز، ولكن وصوله إلى اليابان عن طريق الدول اللي تسير الغاز تكلفته عالية جدا. فرجعوا لأدنوك إلى الشيخ زايد وقالوا له حصلنا حد يشتريه ولكن بسعر منخفض. فسألهم سؤال بسيط، أنتوا تحرقونه وبتحصلون حد يعطيكم إياه بسعر منخفض، أعطوني شيء منطق، أتكلموا بالأرقام. رقم اثنين، أنتوا اليوم بتبيعونه بسعر منخفض ولكن باكر بتبيعونه بسعر عالي عندما يصبح هذا منتج. لذلك عندنا مصدر اليوم، مصدر ابتدت قبل 10 سنوات. اليوم يا أخوان التقنيات المستخدمة للطاقة النظيفة نتيجة هذا التجمع اللي من دول العالم انخفضت التكلفة للمواد اللي مستخدمة لإنزال لاستخدام الطاقة 90% عن تكلفته قبل 10 سنوات، وهذا بفضل توجيهاتكم سيدي. وبمثل هذه التجمعات نتشارك
ونتعاون للوصول إلى عالم وكون آخر. أمثلة أخرى سيدي، ألفين وثمانية كان في أزمة الناس تتحدث عنها، وكنت تتحدث عن فرصة، فمن تحدث وناقش على أن 2008 غير واقع وهي تحدي، ظل هذا الموضوع تحدي عنده، والنسبة الكبيرة فشلت وأصبحوا خارج القطاع. ومن فكر بأسلوب إيجابي سيدي مثل ما أنت تفكر أصبح في موقع مثل موقعكم سيدي، ومثل موقع كل الناجحين في العالم اليوم. سيدي، كل المبادرات الكبيرة المتسارعة من الفضاء، مسبار الأمل إلى الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومحطة براكة النووية وإكسبو 2020 وإرينا وغيرها، أتت بفضل الإلهام، إلهام القيادة الذي أصبح منارة للجميع. فالإلهام والتحدي واقتناص الفرص هو جزء من شخصية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، لذلك هم يورثون هذا الإلهام بتجمعنا هذا. ونعدكم سيدي على أن نبذل كل الجهد، أبنائكم الحاليين وموظفينكم الحكوميين والقطاع الخاص، أن نحاول جاهدين بتنفيذ رؤيتكم وسياستكم. الإلهام ليس محصور في القيادة، لأن هذه القيادة تورث وتجتهد وتعمل لإيصال هذا الفكر إلى أبنائه. الشيخ زايد الله يرحمه، كما أنتم سيدي اليوم ترعون أبنائكم المواطنين وترعون أبنائكم المقيمين في هذه الدولة، أكثر من 200 جنسية تعيش تحت ظلة التسامح، واللي وجدتوا لها وزارات ومؤسسات تسعى في تكريسها وإيصالها للعالم. اسمحوا لي أشارككم قصص بسيطة وأرجو المعذرة، الخيارات كانت واسعة كبيرة جدا، ولكني اضطررت على أني أستخدم القرعة للأمثلة اللي بعطيها اليوم، أو اللي بتشرف أني أنا أقف وأتحدث عن نجاحات مثل هذه في دولة الإمارات في حكومتكم سيدي. وبحاول أبتدي في مثال هو اللي نقتدي به دائما. الشيخ زايد الله يرحمه كان يقف بصورة مباشرة على المشاريع، ورث هذا الشيء. لذلك أول من كسر الحاجز سيدي ما بين الموظف والمراجع، الله يطول لي عمرك، ووصلت المراجع أنه يصل بصورة مباشرة ويتحدث مع مقدم الخدمة، اليوم كذلك نقفز بأنك تطلب من الحكومة أن 80% من الخدمات المقدمة تصبح إلكترونية. واسمحوا لي أخبركم يا أخواني وموظفين، هذه الخطوة الأولى في خطة عند سيدي وايد أعلى عن نسبة 80% إذا كنا نريد نكون في المرحلة الأولى.
فهي الخطوة الأولى 80%. الشيخ زايد كان يذهب إلى المشاريع، ففي واحد من السدود كان ينفذ فيه بعض المشاريع، وكان يحب يوجه لما يشوف فيه يعني فرصة أن يكون فيه مكان أفضل، فيوجه الشاحنات. اللي يقود هذه الآليات ما يعرف، عنده خارطة ينفذها. فواحد من الموظفين اللي في البلدية أخذ المبادرة وراح إلى الشاحنة وبلغ الشاحنات الأخرى أن تبعوني. فساق هو الشاحنة، راح إلى وأخذ التعليمات مباشرة من الشيخ زايد الله يرحمه، ومشى مثل ما هو يريد. لذلك رجع إلى البيت. معلومة يمكن حد يعرفه يمكن ما يعرفه، الشيخ زايد كان يستخدم الكاميرات والتسجيل لمراقبة تنفيذ مشاريعه لسببين: السبب الأول لمعرفة مدى الإنجاز، والثاني لمكافأة المجتهدين. ولذلك طلب هذا الموظف اللي بادر مين هذا الشخص؟ قالوا له واحد اسمه محمد سيف المنصوري. محمد سيف المنصوري اليوم هو وكيل وزارة مساعد في مكتب رئيس الدولة. كل واحد منا يا أخوان إذا رأى فرصة يجب أن يبادر في تطويرها وتنفيذها في البيت، في العمل، وفي مرؤوسك. يجب أنك تساهم في إيصال الإيجابية إلى الهدف المراد. اسمحوا لي نشوف بعض الفيديوهات. بدايتنا كانت في الإمارات طبعا، أرض الخير، ومن أرض الخير الحمد والشكر لله قدرنا نتوسع وننجح في أعمالنا في دول مجلس التعاون وأفريقيا. سر النجاح هو في أنك أنت تكون مقتنع بأن هذه الفكرة ممكن تحقيقها، مثل ما اقتنع الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه باتحاد الإمارات، واليوم نحن دولة لها مكانها في العالم. أتمنى أن مثل ما الإمارات ألهمتني، أتمنى أن أيضا الإلهام يكون لكل الشباب وكل الطموحين لتغيير نمط حياتهم للأفضل. وبطلع دولة الإمارات حتى بعام 2005 كان البنية التحتية متوفرة، وردنا نحن نطلق منصة لتساعد التجار والأفراد يستفيدوا من ازدهار الإنترنت وتطوير مبادئ التجارة الإلكترونية بالمطار. دولة الإمارات بتأمن بنية جيدة، وجود مدينة الإنترنت، مدينة الإعلان، جبل علي كمنطقة لوجستية ساعدنا كثير بالنسبة للتجارة الإلكترونية. الإنترنت سريعة وفي خبراء ممكن تقدر تستقطبهم، فكل العوامل موجودة اليوم للإبداع بالمنطقة. خلال السنوات الماضية عم نشوف كمان ازدهار في صناعة الاستثمار بالمنتج بالقطاع الإلكتروني، وهذا عم بيساعد طبعاً لنمو هالطبقة اللي هي كتير مناسبة للشباب اللي عايشين بالمنطقة. Kareem is a ride-hailing platform where customers can basically book a car and go from point A to point B, and captains can drive on the platform and make a living. We started in the UAE, but now we have expanded to more than 100 cities in the region. We have about 20 million customers that are on the platform, and more than 500,000 captains that are driving on the platform. I think the government plays a very important role in enabling startups, enabling an entrepreneurial ecosystem. There's been so many initiatives launched.
just the other day in Abu Dhabi, there was Fikra Labs launched together with Banda. And we have the Million Coders Initiative that was also announced recently. So I think UAE is really helping to pave the way for innovation in general, and particularly to help startups to get started. I came here when I was 24, with one bag as a fresh grad. That was in 2009. I looked at it as an opportunity, as a land of opportunity, especially the UAE. It's learning from other parts of the world and skips the mistakes. So what I really liked about this area is that I can work closely with the same mentality the government has, just to think modern, think technology and implementation of technology into the people's lives. So the UAE for me is a startup very similar to our mindset in our companies. It's very fast, it's technology driven, and it's learning from other markets in the world. الطب كان بالنسبة لي حلم الطفولة. صار عندي ظرف وصرت من أصحاب الهمم. كوني درست وباقي لي كان على آخر سنة وصار لي هالظرف وصرت أوكي مفقة الدوية درجات خاصة ما منعني هالشيء أصلاً إني أنا أكمل. اللي خلاني أثابر وأتخطى الصعوبات أكيد دعم الأهل وجودهم معاي هالشيء حفزني زيادة. الدولة وفرت لي إلهجي بلادك تعطيك وحكومتك تهتم فيك وقادتهم يشجعونك ويحفزونك على التعليم يحفزونك أنك أنت تعيش حياتك شو ما كانت عندك من إعاقة أو من أمور في حياتك تسهل لك هالأمور. أبسط شيء أني أنا أرد هالمعروف كمهنتي كطبيبة أني أنا أساعد الناس الموجودين فيها عيال بلادي وإخواني وأساعد طبعا الناس اللي عايشين فيها. الإمارات ما في مثلها. هذه القمة في شهر 2 تنعقد. ما في شيء بالصدفة في حكومة سيدي الشيخ خليفة الله يحفظه برعاية سيدي اسمه الشيخ محمد. ليش فبراير اختار ابو راشد الله يحفظه؟ فبراير او شهر 2 كان فيه اجتماع عربوب السديرة اللي تحدث عنه الشيخ محمد واجتماع الشيخ زايد والشيخ راشد. فبراير اكتمال العقد بانضمام إمارة رأس الخيمة. فبراير أول انعقاد المجلس الوطني. فبراير هو استقبال الشيخ زايد لقوات الإمارات لتكريمهم بعد تحرير الكويت. فبراير 76 لقاء الشيخ زايد برواد الفضاء بعد ما رجعوا. سيدي أنا على قناعة تامة أن النجاحات لا تحدث منفردة، تحدث مجتمعة، تحدث بعدة عوامل، تحدث بجهد، تحدث بتفاؤل، تحدث طبعا بالإيجابية كما علمتنا. سيدي الشيخ محمد لخص بالزايد هذا في كلمة: البيت متوحد. مدام البيت متوحد كل التحديات تسهل. البيت هي الدولة ترعى أبنائها بالطريقة المثلى وإيجاد أفضل الأساليب لرعايتهم. البيت متوحد بأن رب الأسرة يرعى أبنائه ويطورهم ويعلمهم بنفس النموذج وبنفس إتاحة الفرص لهم وإتاحة الفرصة بالتمكين والتأهيل والتعليم.
الجهد هو الخطوة الأولى للنجاح. يجب أنك تجتهد، والنجاح هو مزيج بين الإلهام والجهد والعمل الجاد. اليوم يعلم في الحقيقة الطاقة الإيجابية، ولكن في الحقيقة نجدها مقولة عربية قديمة جدا: تفاعلوا بالخير تجدوا. توصلت إلى نتيجة أن الإمارات بقيادتكم سيدي هي أرض الإلهام وأرض الفرص، كما تحدث المواطنين والمقيمين في أرضكم. الشركات اللي طلعت تكلمت، سواء كان يملك مواطنين أو أجانب، القيمة تبتدي بآلاف بالتدوين. اليوم قيمة هذه الشركات تزيد عن مليار دولار. إننا لم نصل إلى ما وصلنا إليه سيدي إلا من خلال قيادة شعب استثنائي ومواطنة إيجابية وعقيدة تكاملية ورؤية مستقبلية واستقامة في الأخلاق والرؤية، وصولا إلى الاستقامة الشاملة. على عكس بعض الدول اللي انهارت مصداقيتها بسبب فقدانها لتلك الاستقامة التي تتمتع بها الدول التي تقود الحضارات والنجاح. سيدي، النجاح اللي حققته دولة الإمارات والنجاح اللي حققته كثير من الدول وكثير من الحضارات الإيجابية ابتدت كمثال على ذلك. الشيخ زايد الله يرحمه راح إلى دول في الخمسينات والستينات وشاف إنارة، شاف شوارع، شاف حدائق، شاف مباني، شاف صحة، شاف، فحب ينقلها إلى دولة الإمارات. في الإمارات لم يكن في إيده ما يمكنه من ذلك، ولكن كان عنده الإصرار وكان عنده العزيمة وكان عنده الإلهام. بقيادتكم سيدي، بقيادة سيدي سمو الشيخ خليفة الله يحفظه الشيخ محمد، نحن اليوم محظوظين بهذا اللي نستوي واصلين له اليوم. سؤالي أحب أوجهه للأخوة الحضور والموظفين الحكوميين في دولة الإمارات وكل العالم: إذا استطعنا نحقق ما حققته سيدي اليوم بالممكنات في الستينات والسبعينات، فعلى الشباب أنهم يشوفون مدى الإمكانيات اللي عندهم اليوم وينظرون للمستقبل. واسمحوا لي سيدي أن نطلق اليوم منصة العالمية للإلهام تحمل اسم زايد الملهم، نتشارك فيها. نتشارك فيها مع العالم النجاحات التي نستطيع بها نطور أنفسنا ونطور العالم الآخر من خلال تجارب الناجحة، سواء كانت الشخصية أو اللي في مجموعات أو دولية. شكرا سيدي. شكراً للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الهيان على الكلمات التي تفضل بها.